شاركت، قالوا عن المشاركة كل فنان يقدم لوحتين وبيختاروا الأفضل، والحمد لله الحمد لله الحمد لله انعرضوا الثلاث اللوحات حقي. صراحة يعني سعيدة جدا. هذا المعرض أنا أعتبره واحد من أفضل المعارض اللي شاركت فيه، كانت داخل عدن ولا خارج عدن. الهدف هو مساهمة في المساهمة مع هؤلاء الشباب للتخفيف، أو الفنانين التشكيليين بشكل عام، للتخفيف من المعاناة الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها المواطن في هذه المدينة، إضافة إلى أنه نحاول من خلال هذا المعرض تزيين مؤسسات الدولة والخاصة بإبداعات عدنية خالصة من الفن التشكيلي، تحكي معاناة هذه المدينة، تحكي تاريخ مدينة عدن، تحكي إبداعات وجمال الفن التشكيلي.